تعتبر ريم من أفضل القناصات في صفوف قوات النظام السوري وتحمل رتبة رقيب. تتمركز على خطوط الجبهة الأكثر صعوبة في دمشق بمواجهة مقاتلي المعارضة في حي جوبر في بناء لا يبعد أكثر من 200 متر من خط الجبهة الأمامي. تقول ريم بشكل صريح وأمام الكاميرا إنها تشعر بالحزن عندما لا تصيب رصاصتها الأهداف البشرية على الطرف الآخر. كنت قتلت أكثر من شخص، يعني حققت إصابة حوالي، قنصت أكثر من 11 واحد بنفس اليوم، وكنت كثير فرحانة ومبسوطة، ورجعت تكافأت من قبل قائدي بالدوام بثناء، هو مثل شهادة امتياز بناخذها بالمدرسة. ما تقوله فتاة لم تتجاوز 20 من عمرها ربما يحدد معالم الحرب التي دخلت عامها الخامس ويجعل المصالحة احتمالا بعيد المنال. تقف زينب وهي جندية أخرى وراء جدار حاملة لقاذفة RPG. طالت القذيفة منزلا على بعد 500 متر، وردا على سؤال عن سبب استخدامها هذا السلاح الضخم كان الجواب هو إمكانية قتل عدد أكبر في الجهة المقابلة. قناصة هي للقتال الفردي، يعني شخص تقتل شخص، أما البي 10 مثلا هلا رميت على بيت عربي، كل شيء كان بالبيت العربي أنا قضيت عليه. تقود فتيات أخريات في هذه الكتيبة النسائية التي تتبع الحرس الجمهوري دبابات وسط الدمار المحيط. ووقعت المجندات على عقد لمدة 10 سنوات لا يمكن التملص منه، وتطوعت الكثيرة بحسب ما يقولنا انتقاما لأخ أو أب قتل في خضم الصراع المستمر، والذي يجمع المراقبون أنه ومع استمراره يوميا تزداد مشاعر الكراهية والانقسام الطائفي. مريش حاضر الحدث.